هنروح لمنتخب السله اللي بيستعد، منتخب مصر الكبير لكره السله اللي بيستعد الان لكاس العالم. هو موجود دلوقتي في دوله الامارات الشقيقه عشان يلعب اكثر من مباراه. لعب في المباراه الاولى مع منتخب الامارات واستطاع انه يفوز بنتيجه 172 على المنتخب الاماراتي الشقيق. طبعا بيقود المنتخب مستر روي رانا الكندي بجهاز يعني كامل متكامل. يمكن عندنا مباراه وديه ثانيه مع منتخب لبنان. كاس العالم هيتلعب من 25 اغسطس اللي احنا فيه لغايه 10 سبتمبر، وهيكون في الفلبين واليابان واندونيسيا. منتخب مصر هيلعب اليابان يوم الخميس. منتخبنا بيشارك معاه 6 لعيبه من النادي الاهلي: عمرو جندي، هاب امين، عمر طارق، كريم حاتم، عمر عزب، عمرو زهران. مجموعتنا في كاس العالم المكسيك، ليتوانيا، الجبل الاسود. بس الحقيقه انا عايز اعلق على حاجه. أنا يعني شايف إن استعداد المنتخب لكأس العالم استعداد ضعيف، لأنه إحنا اكتفينا بمعسكر، اكتفينا مثلا بسفرية قبل كده كانت تقريبا في البوسنة على ما أفتكر أو صربيا، وبعد كده رجعنا رحنا الإمارات. ولكن أنا على مستوى الشخصي يعني كنت أتمنى إعداد أقوى من كده، وكنت أتمنى إنه يبقى الإعداد بدري عن كده، خاصة إن ما كانش فيه اشتراكات. يمكن كان آخر حاجة النادي الأهلي خلص الباسكتبول أفريكان ليج، وبعد كده ما كانش فيه، ويمكن بقيه الفرقه كانت فاضيه. يعني النادي الاهلي اتاخر شويه يمكن اسبوعين عشان ماتشاته، ولكن كنت ممكن تعمل اعداد للمنتخب وتنتظر انضمام لعيبه النادي الاهلي كما يحدث في كل المنتخبات الحقيقه. ولكن انا حتى الان يعني بالظبط، يعني كمان انت مش مجنس لعيب معاك، فانت يعني عندك برضو نقص في مركز صانع الالعاب بالذات. انا دايما بقول مركز صانع الالعاب لانه مركز صعب، بيحتاج مهارات، بيحتاج مقاومات شخصيه، بيحتاج خبرات، 3 حاجات لصانع الالعاب انت محتاجها. ففي فرق كتيره جدا جنست لعيبه، جنست يعني ايه؟ يعني مش بيبقى الجنسيه، ولكن بيبقى يعني بيبقى ليه الحق انه يلعب معاك في كاس العالم، بيبقى معروف جنسيته الاصليه ايه، ولكن بيلعب معاك فتره. وده الاتحاد الدولي الحقيقه عمل كده عشان يسمح انه يقوي ويقوي الفرق الاقل شويه. يعني ده مش هتستفاد منه مثلا امريكا، مش هتستفاد منه صربيا، بس مين اللي هيستفاد منه؟ الدول الاقل شويه. والهدف من ده انه يقوي كاس العالم ويخلي الفرق الصغيره عندها امل انها تنافس. النهارده عندك كل المنتخبات المشاركه جنسوا، انت ما لحقتش تظبط ده او ما عملتش ده، بالاضافه ضعف الاعداد. انا يعني مش متفائل قوي، خاصه مجموعتك صعبه: المكسيك، ليتوانيا، الجبل الاسود. بص، ليتوانيا مستحيل تقرب ناحيتها، لان ليتوانيا الحقيقه من المنتخبات القويه جدا. انا سافرت ليتوانيا ولعبت حتى في كونس، احد اكبر المدن اللي فيها باسكت بول في ليتوانيا. ليتوانيا الشعب نفسه طويل، يعني انت ماشي بين الرجال والسيدات فوق الاثنين متر، الرجال فوق الاثنين متر الشعب، والسيدات فوق ال 190. ده الطبيعي، ما فيش واحد قصير في البلد كلها حقيقي. يعني احنا كنا بنمشي بنعاني. يعني انا فاكر حاجه اضحكوا عليها، يعني كان يعني كنا في الاوتيل اللي كنا فيه، فكان احنا اول ما نزلنا في المطار، فلقينا كل اللي في المطار طوال، رحنا على الاوتيل، فنزلنا من الباص لقينا فرد الامن اللي هو مكفل بيه ان احنا واحنا داخلين يفتش الشنط، امن يعني امن خاص يعني، لقيناه 2 متر 10. فقلنا يا جماعه اذا كان كده امال هنلاعب ليتوانيا هنعمل ايه؟ فليتوانيا يعني من المنتخبات الجامده. عندك الجبل الاسود هو احد فرق او احد منتخبات يوغوسلافيا القديمه، اللي هي يوغوسلافيا اتقسمت 3 دول او 4 دول، منهم 3 عظماء في الباسكت: صربيا، الجبل الاسود، كرواتيا. الثلاث دول طبعا في البوسنه والهرسك البلد الرابعه اللي تم تقسيمها للاتحاد اليوغوسلافي، ولكن الثلاث دول في الباسكت جامدين قوي. فانت عندك جبل الاسود، المكسيك اللي ممكن يعني المكسيك جامده قوي، بس ممكن يعني تشد معاها، لان المكسيك كل لعبتها تقريبا او 5 6 منهم بيلعبوا في الام بي اي. انت عارفين طبعا الدنيا الحدود واحده، الحدود المكسيك مع امريكا، هو انت بتعدي بالعربيه تبقى في المكسيك، تعدي في العربيه في امريكا. فهناك كره السله في المكسيك لعبه شعبيه كبيره. فالنهارده يعني انت كان عندك يعني مجموعه صعبه، كنت تستاهل اعداد اقوى من كده. انا كنت متخيل ان مستر روي رانا هيعمل اعداد اقوى من كده، خاصه له علاقات دوليه كبيره، راجل كندي، راجل كان ماسك منتخب كندا للشباب وخد معاهم كاس العالم. كنت منتظر منه اعداد واستعدادات اقوى من كده، ولكن يا رب يعني اكون انا مخطئ، وان شاء الله المنتخب يعمل حاجه، لان هو ده الاصل، ان منتخب مصر يعني يعمل يعني احسن شغل ممكن يتعمل، واحنا كلنا في ظهره ان شاء الله.